طايب طايب لا 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 السلام عليكم. رمضان كريم. أظن بسم سالم دلاشم سلالم أبلم سيلالم أما تاتسم أنتم نعناهم حندا وداجاجهم بانزبدهم حندا بيكم حال حليبهم حال نارهم حال حرارهم سلم أكلم بالصحن بالصحن دقيقة ها هذه قناة المجد التركي ولا وش؟ لا يا ابن الحلال قناة السعودية يا شيخ شوف المجد والله هي العربية اوفا معلش اسف بس والله تصدق يا اخي مطبخ فله والله فله طيب ايش رايك شو نطبخ؟ اسمع خرحة بالعربي بالعربي صح؟ بالعربي بالعربي الفصيح اهلا وسهلا بكم اعزائنا المتابعين لا يا ابن الحلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام في إذاعة أنت ها اسمع أعزائي المشاهدين متابعين برنامج طايب داخل السوق في مسابقات يا اخي بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج لا 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 تعيدها لا تعيدها قل اطاطا اطايب اطايب نعيد ونكرر ونقول لكم انه طبخاتنا اليوم عديده وكثيره نعم ايش رايك شنو طبخ عديده ولا خشبه لا بس انا اقول لك يعني في عندنا حديد وخشب طيب تفضل تفضل انا اقول الدجاج اليوم دجاج بالبشاميل دجاج بالبشاميل ايه لا نطبخ كبسه لا انا اقول برياني باللحم ولا وش رايك يكون يعني شوي من رز البازيليا لا انا اقول مو رز البازيليا رز ارجنتين بازيليا يعني رز المهم ما علينا انا قلت ايش بنطبخ اليوم سلطات لا بنطبخ خلها كلها خلاص نطبخ اليوم اسمع نطبخ اليوم ورق العنب بالسلمون بالسلمون عليكم طيب ايش رايك نروح نجيب الاغراض؟ ترى تسمع جميل نجيب مقاضي؟ ايش رايك؟ يلا نروح نجيب مقاضي بس خلي الكاميرا تلحق خلت ما شاء الله هلا هلا وين الشباب؟ هلا 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 والله وينكم؟ هلا وينكم؟ انتم وين؟ يا اخوي لنا ساعة نقول نبي نستضيفكم في البرنامج شكلكم تبون تقدمون البرنامج لا بس تاكلونه علينا سكتنا له بلسانه دخل بحصانه اشوفكم شخصوا بهالبوالطة وهالدنيا وعلى طول علينا بيني وبينك ايه؟ الشيف كان موجود قلنا له في حريق برا لا 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 الشيف الان جاي مصلي العصر وبيجي لو جاء وشافكم بادين تعرفوا ايش بيسوي؟ ما بدينا احنا ايوه بيتلكم من هنا ومن هنا أيوة. وبيقول لك كل على طول ايش؟ يا ابو كريم يا ابو كريم ترى ما قصدنا والله لا لا تعال ما شاء الله تعال 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 وين شايفك قبل؟ انا شايفك كنت طيب ايوه كيف الحال؟ الشباب ناويين يقدمون الحلقه يا خلونا ابو وصل 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 والله لا 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 والله اذكرك وانا صغير قسم بالله والله والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن معنا ناصر الميثان ومعنا ياسر العباس ومعنا استاذنا وحبيبنا ابو كريم حياك الله ابو كريم وانا مع شباب الطيبين الله يبارك يعني الشباب بنخليهم اليوم يطبخون خلاص احنا نتفرج بنكرفهم يلا نحط رجل على رجل ما يحتاج يلا الميدان يا حميدان بسم الله يلا الميدان يا الميثان يا الميدان احنا مش عارف اي استشاره ترى يعني ما مساحه بس وش بنطبخ اليوم اليوم شكلنا بنطبخ قالب البطاطس بالجبن أيوة. وهو مشهي ويفتح النفس على فواتح الشهية أيوة. أيوة. والشباب جايين مرة صايمين اليوم من حظكم عندنا طبخة مميزة جدا جدا من مطبخ ومن طبخات الشيف نفسه هو اللي مبدعها هو اللي مخترعها والشباب يشتغلون عليها يلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا شوف شو راح نعمل انت ذلك بتحبوا الاكل شاطرين بالاكل نحب مره ناكل على طول خلاص شوف راح نعمل اول شيء عاملين احنا قالب البطاطا مثل ما قال ابو عبد الرحمن مكوناته بكل بساطه سلقين البطاطا لكن على البخار يعني هات مع قليل من الملح وقشرنا البطاطا وحطيناها فوق البخار لنسلقيت وصارت مثل المانتو مثل المانتو برافو عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله اقول لك الشباب ما يحتاج قوه راح نضيف انت تطبخ يا ياسر والله يديني ختات والله اطبخ ايه ناصر تطبخ انا ايه اطبخ اندومي اكثر شيء عجيب اقوى طبخه سويه طيب اذا سلقنا البطاطس
وقشرناه وحطيناه مع شوية ملح بالماء بحيث تسربت البطاطا ما يلزم من الملح. راح نضيف كوب حليب بودرة. جميل. وراح نضيف كذلك كوب من جبنة يعني الابل للدهن أو جبنة بدون ملح. حلو. أوكي. مع هذولي راح نضيف يا طويل العمر الفلفل الأبيض. هون عنا فلفل جميل. أبيض. تقريبا ملعقة. شلونك شلته؟ يلا يا شباب يلا همتكم اشتغلوا. وننزل مع بعض. ايه. ملح. تبغى ملح؟ مين على الملح؟ تبي دجاج؟ لا هذا بدي الطبخة الثانية. اصبر لا تقتل الدنيا. نكون بهذه المرحلة مسحنا قالب بقوي من الحرارة. لا 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 مثل المنتو برافو عليك امتحنتنا بالمنتو رايك والله ناصر انت معروف بالشيلات وبالاناشيد نبي كذا نشيد يعني خفيف من النقاز طيب فرقة المطبخ يا ابو ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن يعني المطبخ دائما يعني احتاج ابو عبد الرحمن بدي مرة بس حط ملعقة زبدة زبدة مع البطاطا حلو نسيم ممتاز هذا انا قلت اي شيء نبه كنت شيف ياسر قبل صح؟ ها كنت شيفه بس انا ما شيف ها؟ شيفتني؟ انا ما شيفتك قبل طيب حطنا انا شيف ايه خليه يقول يا سلام طيب يقول لك هنا مطبخنا ينادي بطون الشباب هلمو هلمو للكشنة والكباب مطبخنا ينادي بطون الشباب هلمو هلمو للكشنة والكباب الشيف أبو عبد الكريم من هو؟ هذا 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 أبو كريم أبو كريم أبو كريم الشيف أبو كريم مطبخنا ينادي واليمني والعباس في الليلة طبختنا وطبخنا ينادي يا سلام انت طبخت ايش اول طبخه طبختها في حياتك وشي والله اول طبخه ما عمري طبخت لكن مره رجعت في الليل دخلت المطبخ طبعا دائما ادخل عشان امي ما تقوم عشان ما تبقسني وشي طلعت البرجر وحركات كذا برجر اي وحطيت الزيت والشغل هذا لا حلو حسسني ثلجت البنجر اخر شيء طلع برجر اخر شيء طال عمرك تعرف جو شركه بلاط اشتروا مني برجر نشف نشف مره مره كميس نفيس تعرف تقول دي والله ما قاعد اكله طبعا احترق ريحه وغبار وحركات وعد ومدتني قام في النوم انا ابو كريم خل ياسر هو اللي زينها هذه خلنا يلا هذه الباقي حطهم بالقالب هذا طبعا الان خلط هي عباره عن بطاطس مسلوق عباره عن طيب استخدم يدي زبده مثل ما بدك زبده وش بعد؟ زبده وحليب بودره ايوه لابس جلافس؟ ايه جلافس لازم تصح بالاضافه للجبنه بالاضافه للفلفل الابيض حلو وقليل من الملح عشان كذا قال لي صح حطيناها مع الماي او الملح طبعا حسب تحط لي وانا بس اشنيهم مع بعض او هرصناهم بعد ممتاز مع بعض الشباب هم اللي بيطبخونا سوا الحين حلو ايوه وبعدين احنا مسحنا القالب بالزبده ومسحنا عليه حطينا بسخماط بسخماط وهلا على الفرن بالتالي رح نحصل على هيدي كم تجلس في الفرن؟ لا تتحمر اذا الفرن طبعا المفروض يكون جاهز بحاجه ل 30 دقيقه على درجه حراره معتدله لما نقص هذا القالب نحن بهذه الطريقه انت كثرت المنطقه طبعا هذه الاكله بنضيف وبوصف فواتح شهيه نعم يعني العاده تكون في السلطات او شيء مع المقبلات يعني لما تتناول هذه القطعه من البطاطس وشكلها شكل مشهي كانها كيكه فعلا مع الطبق اللي نحن قطعه ولا تصير هلا هاي طبق الشيف رح نحن نسويه مكونات كثير بسيطه لكن كثير طيب جميل عندنا مثل ما ملاحظين نعطي معلومه ما تاخذون ناخذ معلومه من عندكم بس طيب نبي كل واحد منكم معلومه يلا ايه طيب نصيحه نقول انه اذا 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 طلعتوا الهايدة من القدر ايوه من القدر يعني واسوها على الدائريه هذه بس شكلهم عبوها واجد ولا لا ابو كريم هذا هذه المعلوميه ترى حاره يعني عجيب لازم يلبسون غلاف خلاص خلاص اذا خلونا ناخذ وياكم مفاصل ونرجع وياكم مع ياسر ومع ناصر وابداعاتهم معنا في برنامج اطايب هذا البرنامج برعايه رز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان
تشير الدلائل أن معظم أنواع السمسم المنتشرة في العالم يعود أصلها إلى إفريقيا، لكن شهرة السمسم بدأت في شرق آسيا من خلال الاستخدامات المتعددة في الهند والصين وجزر شرق آسيا. استخدامه يعود إلى 3000 عام قبل الميلاد. عرف السمسم بكثافة احتوائه على السعرات الحرارية ونسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية المشبعة كحمض الميثونين المتواجد أيضا في منتجات الألبان وزلال البيض والأسماك والحبوب. فقد بينت الأبحاث العلمية مؤخرا أهمية الميثونين في الوقاية من مرض تليف الكبد الناتج عن الإفراط في تناول الكحول. تعادل فعالية السمسم الأدوية المصنعة لعلاج الاكتئاب دون التعرض للأعراض الجانبية الناتجة عن تأثيرات الأدوية، ويدخل في إنتاج العديد من المركبات في الجسم كالنواقل العصبية التي تلعب دورا هاما في أداء العضلات وتمنع مرض فرط النشاط الحركي لدى البالغين. كما أن زيت السمسم يستخدم كغسول للفم، فهو يقلل من نمو البكتيريا الشفوية ويزيل الفطريات المتعفنة بالفم ويلين الجلد وينشطه. نشرت دراسة قديمة في صحيفة بروستاغلاندنز عن وجود الأحماض الدهنية الأساسية في زيت السمسم التي تحول دون نمو الأورام الخبيثة في الخلايا البشرية. ويرجح الباحثون أن حمض اللينوليك وهو من الأحماض الأساسية في زيت السمسم والذي يساعد في بناء المواد المضادة ويعيق من تطور السرطان، وقد عرف قديما بفعالية استخدامه كملين للجهاز الهضمي ولا يزال حتى الآن. يتمتع السمسم بشعبية جيدة خاصة في مجالات الأرق والتعرض للإجهاد، فهو يحمل خصائص مهدئة ويساعد في علاج الدوار والصداع، واحتواؤه على نسبة جيدة من فيتامين ها ينشط الدورة الدموية ويؤخر من ظهور علامات التقدم في السن، فيحسن من نشاط خلايا الدماغ ويقوي الذاكرة ويؤخر ظهور الشيب وتجاعدات الجلد. كما أن زيت السمسم بوجه عام لا يحمل أي آثار جانبية، ويتمتع بشعبية واسعة في الهند باستخداماته في مجالات الطب الشعبي المتعددة. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. أهلا وسهلا فيكم، نعمة من أولى من أطيب. نذكركم كمان ما تنسوا السؤال، كل حلقة في جائزته 1000 ريال، وبالتالي رح يمرق السؤال بورقة الحلقة، رح نحصل على هيدا الأسئلة لتكسبوا الجوائز. ورح ننتقل للطبخة الثانية اللي اسمها طبق الشيف، هيدي من إعدادنا وتقديمنا. حلو، مكوناتها كتير بسيطة لكن نحن جربناها مثل ما دائما بنعمل، بنجرب طبختنا قبل ما نبثها أو قبل ما نقدمها للمشاهدين. هيدي الأكلة كتير سهلة، عندنا فلفل ملون الرومي. هذا سلقته ولا فيه؟ لا، هذا حطينا رداد الزيت وشويناه بالفرن. يا سلام. حوالي 20 دقيقة، بعدين غلفناه حتى يصير طري. حلو. وبعدين صار طري قابل للف. حلو. صح التعبير. ممتاز. حطينا لكن لب من لناحية الأرض الطبق. حلو. أكيد. لأن راح نقدمه مقلوب. فينا نقدمه مقلوب وفينا نقدمه كامل. فيهم يختاروا أي لون؟ إيه بأي لون. أنت شو بتحب اللون تحب؟ الأزرق، ما في أزرق؟ فيه، في كحلة. كويس. ايوه خلص ولا يهمك. وعاملين معها كذلك ملوخيه. عندنا تقريبا اذا بالوزن حوالي 200 جرام او 250 جرام من ورق الملوخيه، لكن بدون السائق، بدون الجزء الابيض الخفيف اللي بيكون باخر الورقه. راح نحمر بزيت الزيتون ورق الملوخيه هيدا من بعد ما نعلن. شو رايك انت تقوم بهي العمليه؟ يلا ناصر طبخنا. ناصر انت وعدتنا ب نصيحه كذا غذائيه. وشي انا اقول لربات البيوت يا ابو عبد الرحمن انهم لا يستخدمون الزيت، هذا الزيت للسيارات، الزيت هذا لا زيت الاشياء هذه الزيوت يقولون كيف طلع زيت زيتون. اي صح. اي او يستخدمون بدائل الزيت، بدائل الزيت صحيح عشان الحميه والجسم. مثل ايش يعني؟ يعني زيت الزيتون. ايوه. المي. حلو. عدم استخدام الماجي. صحيح. ماجي مجرسي. ماجي وماجي يمكن بكره يجي. صحيح. طيب الان هو يشوحها تشويح الماء. ايوه الملوخيه مشوحه. ايه. يا سلام. حلو. شباب انتم لكم في الانستغرام ولكم ما شاء الله يعني. انا عم بشتغل فيه هذا طبق نسخه منه. جميل. انا باخذ الشباب ما شاء الله. اول مره يعجبني صوت هذا الشيف. نجوم في الانستغرام وفي الاعلام الجديد.
لكن وش رايكم في الحين والحليب من هون اشتغل الحسابات يا شباب؟ هل انتم داخلين في حتى في سناب شات وفي الشغلات هذه ياسر؟ ايه طبعا سوف اجتماعي هالفتره هو اللي ماخذ على قولتهم. وش رايك في كل من طلع برنامج على طول دخل فيه وهب فيه وبدا يبدع فيه وياخذ وقته؟ شوف هي حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه بنفس الوقت. يعني في احصائيه حصلت انه للاسف في الفتره الحاليه تقريبا 60-70% من مشاهير التواصل الاجتماعي لا يبثون رسائل ايجابيه. جميل. يعني مش عيبا فيهم هم، لا انه للاسف ما اخذوا يعني، او تعرف اللي فجاه وعر الدنيا وجد نفسه في يتابعون من الى 1400 بل بعضهم الى 1000 مليون. فاحنا نقول البعض وصل رسائل سلبيه والبعض والكثير منهم الحمد لله يعني وصل رسائل ايجابيه، لكن احنا نتكلم عن الجانب السلبي. للاسف احنا انت قاعد يتابع 300-400 ألف 500 ألف، فجاز توصل رسائل سلبيه وتوصل يعني كلمات ممكن لا تليق. اللي يجلسون على الجهاز 10 ساعات في ناس تجلس كذا؟ اي في ناس تسوق وترسل. والله انا من ضمنهم الله ما يسلمك. وانت يا ناصر جاك حادث بسبب هالشيء؟ والله ربي ستر علي صراحه. مع ذلك ترى ابو عبد الرحمن ما نتعلم صراحه. والله للاسف والله ما نتعلم احنا قدوات، مع ذلك يعني بشر نخطئ فعلا، ولكن عاد الواحد يحرص قدر المستطاع قدر المستطاع عشان الناس ما تظلم تقول. هل صادق التواصل الاجتماعي؟ هل فعلا اللقطات اللي ياخذونها هي صحيحه وصادقه، ولا بعضهم يدعي تلقاه يصور في فندق ويصور في الابوي مثلا يقول هذا بيتنا كدا كدا هذا شغلتنا هذه ويوهم الناس يحسون؟ شوف 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 كذا اخر شوي عشان ما ينفضح فكر اللفظ عشان بس ما يتوصل. صح. طيب. لا قالك لا عشان هاي سناب اهلين. أه والله هذا مطبخنا. اي والله هذا الشيف حقنا الشيف. إيه؟ جبناه امس. ايش جابك انت زي كذا؟ يعرفونك الناس يعرفونك بالكرتون ولا مطعم؟ ها؟ لا شوف قراطيسك خليني ناخذ لقطه علي اضطريت انت انا على الشغل القديم اللي هو السلفي. ها ولا السلفي للحين جديد؟ جديد والله. ها ناخذ صوره كذا حيه على طول. ها معنا يا ابو كريم بسم الله. ايوه يا سلام الله. طيب اذا بنتكلم عن شباب تجربتهم في التواصل الاجتماعي، بس خلونا ناخذ هاي سناب شات الحين انا اعلاني ونرجع، بس اللي بيقول انا اشيل الفاصل هو ياسر. ياسر طيب فاصل ونعود اليكم بعد الفاصل. هذا البرنامج برعايه الرز الشعلان من زمان احباب قصر الاواني جهتك الأولى للتسوق. مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها، وليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بأجواء كلها محبة وترد للأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب. نعم قصر واحد فيه أكثر من 50,000 منتج. نعم قصر واحد على مساحة 5,000 متر مربع. نعم قصر واحد لكل احتياجات المنزل. نعم هو قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز الرياض طريق الملك عبد الله امام صحارى مول. www.mariz.com.sn. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق. مطاعم ماريز
التفرد بالطعم والمكان. نرجع للطبخ والطبيخ والعلوم الغانمة، هو الطبخة اللي قال أبو كريم إنها خاصة به، نزلت في كتابه، هي من اختراعه وتأليفه، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. احنا نراجعها بس بشكل سريع. يلا، هذه الطبخة لنا من بعد ما حطينا رداد الزيت على الفلفل، طبعا اكيد بعد ما غسلناه وعملناه وشويناه بالفرن، وبعدين لما يطلع من الفرن بنغلفه بشكل جيد لحتى الحرارة تضبط ويسهل انه يصير قابل للف. كذلك البطاطا قمنا بنفس الخطوة، لكن قليناها نص قلي بزيت دوار الشمس. عندنا دجاج مسلوق كمان على البخار، وعندنا كذلك الملوخية سبق وشفنا كيف حمرناها بقلي من زيت الزيتون. سبق فوق هيدي الطبق، فوق هيدي طبقة من الفلفل، عملنا صلصة البشاميل المعروفة التقليدية اللي بتستعمل أكثر شيء بالمعكروني. نحن هم غيرنا وجهة استعمالها، رح نضيفها فوق هيدا الطبق لكن بهيدي الطريقة. بتكبها عليها؟ لا، بدي أحط طبق طبقة فلفل. أيوة. من بعد طبقة الفلفل ناخذ طبقة بطاطا. البطاطس، يا سلام. طب صحيح شايف انه لازم نحركها بشكل مستمر عشان ما تخرب؟ على اتجاه واحد عشان ما تعقد. ها، على اتجاه واحد يا ابني. هيك 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 استاذ، هيك استاذ. فيكم تحركون البشاميل عشان ما يصير تقطع تفكك يا شيخ. صار سليق. بعدين حطينا الدجاج. الدجاج غريب شكله، ذا شكله جاهز هو ولا لا؟ هذا دجاج، صدر الدجاج. مقطع الدجاج مسلوق على البخار. عفوا يا سلام. شو كيف خلها؟ انت هالسريلاك الان؟ عافيك والله. مزجنا في مزجنا فيهم لتتداخل وتتجانس هذه المكونات مع بعض وتصير خالي من اي خبط. ثاني يا ابو حلو، انتم ما قلتوا لي تطبخون في البار، تطبخون والله جعتوا؟ والله يا ابو يعني ما سالفتوا انتم قبل البرنامج، ما شاء الله ما يحتاج. جيناكم نبيكم الحين، ما اعطيتونا عمركم. يا ابو عبد الرحمن والله اطبخ، والله اطبخ، يعني اطبخ مكونات، اطبخ رز، اطبخ. وناصر يجي من قال يوم جعت ويوم امي؟ لا نبي قصه. لا لا اطبخ مطبخ. انا اذكر مره طبخنا كبسه وكذا، استشار الشيف ناصر. طبعا الطبخ الان باقي لنا شوي تستوي، يعني خلاص الرز بيتشرب وخلاص. حلو. بتجهز الكبسه. قالوا لي اوه المويه زايده يا شباب. ناصر قالوني اصبها. لا قبلت عليها. فتحت الكبسه قالوا اعطنا من رايك. قلت هذه تحتاج رز زياده. يا سلام، يلا جيب رز. مع ان الرز، مع ان الطبخه صارت يعني قربت تخلص. ايه صارت الكبسه بنكهه فصفص. يعني لما دعايه فصفص. المفروض انك ايش؟ المفروض اني اشيل المويه. اشيل المويه. نعم. لكن انا قلت زود الرز. طيب انتم بحكم نجوميتكم لكم رسائل مثلا عن الام، عن وانه ما دمنا في الشهر الكريم او عن شهر رمضان المبارك، تختمون لنا البرنامج بها؟ طيب ابشر. طبعا في حاجه كنت اقولها دائما، الام احترقت كثير. لا قلها عندنا شاشتنا وطايفنا. لا في حاجه حلوه جديده. جميل. يقول كنت انوي قبل نومي أن أقبل. لا بعد. كنت أنوي قبل نومي أن أقبل رأس أمي، زاد نعاسي حينها لانشغالي طول يومي. كنت أنوي قبل أن يبدأ يومي أن أقبل رأس أمي، جاءني رقم مهم ربما يفرج همي. كنت أنوي، كنت أنويها مرارا دون جدوى حتى غاب طيف أمي. أوه حزينة. إيه حزينة. أعطى حاجة على أم. ما شاء الله عليك. أمي يا نبع الحنان لك من قلبي سلام سلام، واقبلي من اعتذاري واقبلي من اعتذاري واقبلي من اعتذاري. واحد يقول أنا أكون أمي إذا أردت أن أتحدث عن أمي. الله يا سلام. أحيانا بعض الناس في توقيعاتهم وفي عباراتهم يوصلون رسائل جدا جدا مهمة. ما شاء الله يعني تبارك الله أن استانسنا يعني معكم، والوقت راح معنا بشكل سريع. الله يسلم. بس ابو كريم هذا قالب البطاطا مثلا، عفوا تقطيعك. أيوة. بنتركه شوي يصير احمر كذا سطحه، وبنقدمه مقلوب. طبعا لما تطلع من الفرن حيكون مرتفخ شوي ازود من هذا الموضوع. هذا اللي سواه الشباب. أيوة. أيوة. ما شاء الله. هذا هذه المفروض تاخذونها انتم لهلكم. يا سلام. اما القالب اللي دخلناه على الفرن راح كمان يشوفوه المشاهدين كيف راح نقدمه. فينا نقدمه مثل ما هو وفينا نقلبه. انت في النهايه بس انا عشان ما نعيد الكلام اكثر من مره، ان الخلطه اللي سويتها هذه صلصه البشاميل. البشاميل. ايوه صلصه البشاميل فوق طبقه الفلفل. ايوه ضفنا
طبقة من البطاطا والبشاميل بعدين الدجاج بعدين الملوخية اللي حمرناها بالزيت بعدين طبقات بعدين آخر شيء ضفنا طبقة من البشاميل وفوق منها الجبنة الآن دخلناها على الفرن فينا نقدمه كما هو أو بنتركه شوي كم تجلس في الفرن؟ بس يحمر الجبن لأنه كله ناضج طيب تقدر تعيدها يا ناصر؟ وشي؟ تقدر تعيد الطبخة اللي من شوي؟ جبنة و... 1000 ريال 2000 والله 2000 المكونات يعني؟ إيه لا يطبخها يطبخها شو يطبخها اقرا بعدين ياسر تقدر تقدرون تعيدون الطبخه وتعيدون مقاديرها وكلها جبنه ايه حط الملوخيه ايه بطاطس نص مسلوقه ايه لا ما عندنا نص مسلوقه ما عندنا نص خربت خلاص خربت والله اللي معنا ذيابه ما شاء الله عليهم يعطيكم العافيه طيب لا 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 ما في لا يا كله يا خلاص نقول لك هذه حتى الجبنه لا الجبنه جبنه ونسينا الاغراض هناك لا عندنا طبعاً. جبنه وعندنا بطاطس وعندنا الحليق يا سلام يا سلام شوف كيف طريقة شوف كيف الحركه نعم كيف نعم بالحط احسن من اللي سواها الشيء تدري طبعا لان ايديكم المبروكه دخلت معنا الله يجزاك الف مبروك اما الثاني الطبق الثاني راح يشوفوا مشاهدين كيف راح نقدمه سوا بنهايه الحلقه نامل دائما يعني حقيقه نكون عم نتوفر طيب ما نرش شيء عليه سكر يعني مثلا سكر ابيض حفي كاكاو كاكاو والله انت شو بتحب ترش والله رش يعني وين في البيت ولا في الاكل لا لك والله بكفي انك رشيت علينا البسمة والضحكة والتفاؤل هيدا الشباب الطيبة اللي يعني بيمثل المستقبل هذا شيء بكفي شيف الله يخليك شيفنا العزيز ها بشر يا ابو كريم خلصت ان شاء الله اوه ما شاء الله اطشم الريحة طبعا لما صحت الجبنة نجينا اليوم جوعناكم ها؟ بس بنفطركم تقدوم انت براحين ان شاء الله الله يسلمك انا باذن ابو امي تبيني يا سلام الجواني حتى ما يلتصق فيها ايوه يا سلام سلموا ايدياتك وبكريم ترى معينك اهلا وسهلا فيك الله يسلمك يا رب وتقلب اه طيب اه ترقبوا الاكله الان ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن تسلم الايادي يا ابو كريم هلا والله الله الله يا سلام اي والله ما شاء الله اي والله هلا والله اي حيوا ما شاء الله ما شاء الله هيدي يا سلام يا سلام ورده ورده طب خطنا الخاصه من قطايب نامل طبعا دائما نكون عمالي الاصناف اللي عم نقدمها تكون تناسب ذوقكم الحلو اذا استمتعنا جدا جدا مع اخواننا وحبايبنا ياسر وناصر الى ان نلقاكم باذن الله عز وجل في حلقه قادمه نذكركم بسؤال الحلقه لكل حلقه 1000 ريال مجموع جوائزنا 30000 ريال شكر وتقدير وبوسه راس على ابو كريم بيض الله وجهك الله يعطيك العافيه الله يقدرك الله يسعدك طول عمرك هلا الشباب تفطرون معنا باذن الله ان شاء الله ان نقول ان شاء الله نقول سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللي قريب من عندنا يجي يفطر حياكم الله التمر جاي ما يتفوت والقهوه ياسر حيا تعال السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله جينا ما لقينا احد يلا